انا جيت هشام درسيها قلتيها لهم بالفرنساوية اون سيكسكوز اون اختي وكذا كذا هذا لا فيغتي دو لا لا غير بلاتي غير باش نعاودها ونسهلوها الى قلنا بالعربيه لا باس جو مي سوفيان زعما دو ليكسبرسيون اون سيكسكوز حنايا راديو مارس سي اون اختي لا فيغتي دو بيبليك ان جور ولا هذا قولها لهم بالعربيه سي هشام شوف سيدي واحد القضيه نقولها لك انا كاع احنا تنعتذر اتصلنا هضرنا مع البنزرتي ما بقاش جاوبني وليت نعيط لا يمي جاوبنيش ويدخلني تينكرا كي تنقول حنايا وبديت يتصل بيا ولد البنزرتي قال لي لا راه ما كناش راه التليفون وهذا قلت له ودي راه شحال من تنعيط اصاحبي شنو هو لا راه حنا الصاد عندنا هنا في لابيسين واخا دوز لي باك من هاد لابيسين اش كاين اش كاين داخل راه تنعاود ديما تنقول ديك النكته ديال تيقول لها واش هذا متاكد فين غادي عارف بغيتي تنسالي ونعاودها لك ركون بغيت نتلاح انايا تنقولوا بلا سليب راه ندير انا بغيت نتلاح نمشي نجيب ما نعرف نسني معاه دي ستار تدير في